أودعها في المرمى الكتالوني معلنا عن الهدف الأول للضيوف. 4 دقائق فقط كانت كافية لميسي لأن يدرك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من سواريز أسكنها شباك الحارس سيريغو. البرازيلي لوكاس مورا وبشكل غريب أضاع فرصة إضافة الهدف الثاني للبي اس جي، وعلى النقيض تماما استغل مواطنه نيمار الفرصة وسدد كرة قوية وضعت البارسا في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول. في المشهد الثاني حاول باريس سان جيرمان تعديل النتيجة، كما حاول مدربه لوران بلان الزج بجميع أوراقه الهجومية من أجل تجنب الخسارة، كما قام مدرب برشلونة لويس إنريكي بإخراج إنييستا في مباراته 100 بقميص البلاوغرانا في دوري الأبطال وسط تصفيق جماهيري حار وإشراك تشابي بدلا عنه. ولأنها ليلة البارسا وقع لويس سواريز على أول أهدافه في الكامب نو والثالث لفريقه ليضرب برشلونة أكثر من عصفور بحجر واحد صدارة للمجموعة.